خليني اللي انا قلته في الطيب نمشي ذات ونتكلم مع الطيب ده ونقابل بالمشاهدين ديل عزة ليهن وإكراما اللي قاعدة تنقص عضنا بعد ده. ما جه السودان طبعا حبيبي نشوف السلام الطيب في عليكم. السودان. ده الراجل اللي رفع راس اي سوداني حايم، اذا كان في السعوديه، اذا كان في كل الدول العربيه، يعني حتى في السودان ذاته. ان سوى زغره يا الطيب، ليش سويته ده؟ لكن المحير الناس انه انت كنت عارف الكلام ده، الفيديو اللي اتعمل ده كنت عارفه، ولا حسيت بانه في شيء بصور، ولا في حسيت بانه في شيء ما طبيعي، ولا بس قال روحك ناس فعلا عندهم نيه يشتروا الشغله دي؟ اساسي يعني الناس دي جايين يشتروا بس ورفضت لهم، ما عارف انه في امتحان ولا في شيء. والله طيب حسن، الدعايات اللي جاتنا قالوا الطيب ده يعني خلينا نقول السودانيين وقفوا معاه والناس التانيين وقفوا معاه، يعني يقول لك باختصار قالوا رطبطة. والله الحمد لله، لكن يعني مهنة الراعي دي مهنة شريفة، زول ما حينساها مهما يكون يحصل عليه. هنا برضو عندي سؤال محيرني، كفيلك كان شعوره شنو؟ هاي بقى بين حالتين، بين سعيد وزعلان. سعيد انه الخبر راعيه طلع امين، وحزنان انه بيفقدني. هسه وقت قمت مودعه فرض عليك شروط انك تجي راجع، ولا قال لك ودعناك الله ورسولك ختمك البيضة وتعرقك البيضة؟ ما فرضية شروط الله، بس خرج لي الخروج وعاود قال لي نمشي تاخذ الست شهور دي وتجي معاوي. طيب انت قبيل ذكرت انه جريت الحدث، يمكن دي اول وسيله تلقيت منها الخبر، يعني هم براهن عرفوك كيف ولقوك كيف؟ عرفوني عن طريق الشيخ العمل العمل الحوار ده، وجالا فين حسن الحظ وقع في واحد من اولاد عمي ليه، قال له بتعرف الصوره؟ قال لهم فعلا بعرف اسمه، قال اسمه الطيب يوسف، وصفوا اللي جوني. مشاهد الكريم، ده السودان، يعني غير كده ما عندنا اي حاجه نقولها غير انه ده السودان. والله الطيب انت وطن بحاله، يعني تستاهل التكريم من اي بيت سوداني، وكرموك والله، اي زول كرمك براهو، اللي بيهز واللي بيعرض والدماء وبيجري، ده كله تكريم ليك يعني. فكتر خيرك وجزاك الله مليون خير.